بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وبين سبحانه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقيمين للصلاة والمؤتين للزكاة والمطيعين لله ولرسوله هم أهل الرحمة، فقال سبحانه وتعالى: أولئك سيرحمهم الله. نعم، قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الكلام على الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه من صفاتهم، أنهم يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والمناصرة والإعانة وغير ذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، هذه الصفة الثانية. يعني من الولاية لأخيك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصيحة له، هذا من الولاية. يأمرون بالمعروف وهو كل ما شرعه الله عز وجل، كل ما شرعه الله هو المعروف. وينهون عن المنكر وهو كل ما نهى الله عنه فإنه منكر. سمي المعروف معروفا لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وسمي المنكر منكرا لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة. يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، هذا محل الشاهد من الآية للرسالة، الرسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن صفات المؤمنين المهمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، لا يقتصرون على أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل هم يطبقون هذا على أنفسهم، يطبقون هذا على أنفسهم قبل الناس. يقيمون الصلاة المفروضة، خمس صلوات في اليوم والليلة بمواقيتها مع الجماعة، هذا معنى إقامتها. ما هو بإقامة الصلاة أنك تصلي فقط، الله ما قال صلوا، يقول أقيموا الصلاة، أقيموها على المطلوب في وقتها مع الجماعة بالطهارة إلى غير، في الخشوع إلى غير ذلك، هذه إقامة الصلاة. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، أختها. الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية. الصلاة قاصر نفعها على صاحبها، والزكاة يتعدى نفعها للمسلمين. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في عموم ما أمر الله به وفي عموم ما نهى الله عنه، هذه الطاعة عامة. لما ذكر هذه الخواص، أولياء بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه عبادات خاصة، ثم عمم سبحانه وتعالى فقال: ويطيعون الله ورسوله في كل ما أمر الله به فيفعلونه، وكل ما نهى الله عنه فيجتنبونه. هذا المؤمن
ما هو جزاؤه؟ أولئك سيرحمهم الله. هذا في مقابل أن المنافقين لعنهم الله، أما المؤمنون فيرحمهم الله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، ما يعطون الزكاة، يبخلون، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم كافيتهم، ولعنهم الله. أما المؤمنون أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز سبحانه قوي لا يغلبه أحد، حكيم يضع الأمور في مواضعها، فيعذب من يشاء بعدله وينعم من يشاء بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. فهو يضع الأمور في مواضعها، يضع العذاب في من يستحقه ويضع الرحمة في من يستحقها. نعم. قال: فدل ذلك على أن الرحمة إنما تنال بطاعته، إنما تنال بطاعته واتباع شريعته. الرحمة لها سبب، الرحمة لها سبب، وهي ما تنال إلا بطاعة الله عز وجل والعمل بشريعته، أما بدون سبب فلا تحصل على الرحمة، تحصل على الغضب والعذاب. نعم. ومن أخص ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أعظم أسباب الرحمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب. لا تنال الرحمة بالأماني، تقول أنا سأدخل الجنة، أنا سأجد عند الله الرحمة وكذا وكذا، تعتمد على الرجاء فقط، على الرحمة فقط، ولا تخاف من العذاب ولا تخاف من الغضب، هذا لا يجوز. لازم من الجمع بين الخوف والرجاء، خوف بلا قنوط ويأس، ورجاء بلا ترك للطاعات وترك للأسباب، هذا الرجاء المحمود والخوف المحمود. نعم. ككونه من قريش أو من بني هاشم. ولا لا ينفع. نعم. عد. ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب. الأماني، تتمنى على الله الأماني، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يقول أنا سأدخل الجنة، أنا عندي رجاء لله عز وجل. الرجاء ما يكفي إلا مع بذل السبب، مع بذل السبب، ولا يصير أماني، والأماني أكذب شيء، ما تحصل لك شيء الأماني. تلك الأماني يتركنا الفتى ملكا دون السماء ولم ترفع له رأسا. نعم. ولا بالأنساب ككونه من قريش. ولا تنال الرحمة بالأنساب، إنك من الأشراف، من قريش، من بطون العرب. الرحمة تنال بالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أيا كان من العرب أو من العجم، من البيض أو من السود، أكرمكم عند الله أتقاكم، دون نظر إلى نسبه، دون نظر إلى شرفه، دون نظر إلى ماله وجاهه، ما ينظر إلى هذه الأمور، هذه في الدنيا فقط، في الآخرة ما فيه إلا العمل. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، سواء
كان من ذوي النسب أو من الأغنياء أو من الوجهاء والشرفاء ما ينظر إلى هذا. ما نفع أبا لهب وأبا جهل كونهما من قريش؟ أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نفعه هذا مجرد أنه عم الرسول لما لم يؤمن بالله ورسوله؟ ما نفعه النسب. ولا ضر بلالا رضي الله عنه أنه حبشي، وصهيب الرومي ما ضره هذا، ما ضره هذا. النسب لا يقرب ولا يبعد عند الله عز وجل. ما ضر عمارا وأمه وأباه أنهم عبيد مملوكون، ما ضرهم، صاروا من خيرة أولياء الله عز وجل. ولا نفع القرشيين نسبهم لما لم يؤمنوا بالله ورسوله. نعم. أو من بني هاشم أو من بني فلان، ولا بني هاشم يعني قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول من بني هاشم. فكون الإنسان من بني هاشم ما ينفع. بعض الناس يقول يكفيني من قرابة الرسول وأني ما ينفع هذا. بل بعضهم يقول يكفي إن اسمي محمد مثل اسم الرسول، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. يقول البوصيري، يقول اسمي يكفي، كيف يكفي هذا؟ ما ينفع هذا كله، ما ينفع. عم الرسول، تبت يدا بلال عم الرسول، صنو أبي، ما نفع هذا. نعم. ولا بالوظائف، ولا بالوظائف كونه ملك أو رئيس جمهورية أو مدير أو ما أشبه ذلك أو وزير، ما ينفع ذلك عند الله عز وجل. إنما لا ينفع عند الله إلا التقوى والعمل الصالح. نعم. ككونه ملكا أو رئيس جمهورية أو وزيرا أو غير ذلك من الوظائف، ما ينفع عند الله ذلك. نعم. ولا تنال أيضا بالأموال والتجارات، ولا بكثرة، ولا من الأثرياء والتجار، ما ينفع عند الله إلا إذا عمل صالحا وتصدق من ماله وزكى من ماله. هذا اللي يبقى ماله من ماله إلا ما تأكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى، هذا اللي يبقى. نعم. ولا بوجود كثرة المصانع، ولا بوجود كثرة المصانع والرقي الصناعي ومخترعات، هذه ما تغني عند الله شيئا. هذه أسباب، نعم، مباحة، هذه أسباب مباحة وقوة، والله جل وعلا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن ما تغني. لو أنها أقوى دولة وهي كافرة ما ينفعها شيء. وش صارت روسيا اللي هي أقوى الدول؟ بيوم وليلة راحت، سقطت وضاعت مصانعها وضاع كل شيء، ما نفعها عند الله عز وجل. نعم. ولا بغير هذا من شؤون الناس، ولا بغير هذا من شؤون الناس، ولا تنال رحمة الله بغير هذه الأمور من شؤون الناس، إنما تنال بشيء واحد أهو تقوى الله عز وجل. نعم. وإنما تنال الرحمة بطاعة الله ورسوله واتباع شريعته، هذا هو السبب الوحيد الذي تنال به الرحمة، طاعة الله ورسوله واتباع شريعة الله عز وجل. نعم. ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم طاعة الله ورسوله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هذا قل من يقوم به لأنه شاق وفيه خطورة، والناس ينفرون منك ويلومونك، لكن تصبر على هذا لأنه طاعة. نعم.
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كما في الآية الكريمة. وطاعة الله ورسوله في كل شيء، في كل شيء مما أمر الله به، وطاعة الله ورسوله في ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله. فهؤلاء هم أهل الرحمة، أولئك سيرحمهم الله. وهم الذين في الحقيقة يرجون رحمة الله. رجاء رحمة الله ما يكفي إلا مع العمل، الرجاء لابد مع العمل، يعني تعمل الأعمال الصالحة وترجو رحمة الله. أما أنك ترجو رحمة الله وأن تعصي الله ولا تعمل بطاعة الله، هذا رجاء مذموم. هذا عند المرجئة، المرجئة هم اللي يقولون ما يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يقولون كذا. وهم الذين في الحقيقة يخافون الله ويعظمونه. أهل هذه الصفات التي ذكرها الله في هذه الآية هم الذين يخافون الله ويعظمونه. فما أظلم من أضاع أمره وارتكب نهيه. ما أظلم من أضاع أمر الله وارتكب نهيه، هذا ظلم عظيم. والظلم كما هو معروف ظلم الشرك وظلم العباد وظلم العبد نفسه، ثلاثة أنواع. وإن زعم أنه يخافه ويرجوه. ما دام ما يترك المعاصي ويعمل بالطاعات، وإن زعم أنه يخاف الله ويرجوه، إذا ضيع الأوامر والنواهي فهذا رجاء خائب لا قيمة له. وإنما الذي يعظم الله حقا ويخافه ويرجوه حقا من أقام أمره واتبع شريعته. مجرد الخوف والرجاء بدون عمل هذا لا يغني شيئا، لا بد من العمل، عمل بالطاعة وترك المعصية مع الخوف والرجاء. وجاهد في سبيله. وأيضا الإنسان ما يعجب بنفسه بعمله، حتى لو عمل الأعمال الجيدة والصالحة والكثيرة ما يجزم لنفسه بالنجاة، ولكن يرجو النجاة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يرجون، ما يجزمون لأنفسهم بالسعادة والرحمة، لكن يرجون الله عز وجل. وجاهد في سبيله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال سبحانه في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. شوف، مع هذه الأعمال الجليلة ما يجزمون لأنفسهم بالنجاة، يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إيمان وهجرة وجهاد، ومع هذا ما يجزمون لأنفسهم، إنما يرجون رحمة الله عز وجل. فلا يعجب الإنسان بعمله، وإنما يرجو معه رحمة الله. فجعلهم سبحانه راجين رحمة الله لما آمنوا وجاهدوا وهاجروا لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم. وقال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من الطاعات العظيمة وقلوبهم وجلة، يخافون من الله عز وجل أنه يرد عليهم أعمالهم، أنه ما يقبلها، أنه يعذبهم بذنوبهم. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما قال: إن الذين بنوا القصور، أو الذين عظمت تجارتهم أو تنوعت أعمالهم أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة الله. ما علق
رجا رحمة الله إلا بالأعمال الصالحة، ما علقها بالأنساب والتجارات والمباني والممتلكات، ما علقها بذلك. نعم. بل قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم. فرجاء الرحمة وخوف العذاب يكونان بطاعة الله ورسوله، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. الرجاء والخوف ما يكفي، لا إذا اقترن به، إذا اقترن به العمل، أما بدون عمل فلا يكفي الخوف والرجاء، إنما إذا اقترن معه العمل، الهجرة والجهاد، الإيمان والهجرة والجهاد، هذه أعمال جليلة، ومع هذا يرجون رحمة الله، ما يكملون أنفسهم ويجزمون لأنفسهم. نعم. وفي آية أخرى حصر سبحانه: ومن ذلك من الأعمال التي يرجى بها رحمة الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. نعم. وفي آية أخرى حصر سبحانه الفلاح في الدعاة إلى الخير والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: ولتكن منكم أمة، من هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون دعوة إلى الله، ومع الدعوة إلى الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم، حصر الفلاح فيهم، أولئك هم المفلحون لا غيرهم، حصر الفلاح فيهم، دل على أن الفلاح إنما يكون بهذه الأعمال الجليلة، بدونها ليس هناك فلاح. نعم. فأبان سبحانه أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم، وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم المفلحون، والمعنى أنهم هم المفلحون على الكمال والتمام، وإن كان غيرهم من المؤمنين مفلحا إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر شرعي، لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير وأمروا بالمعروف وبادروا إليه ونهوا عن المنكر وابتعدوا عنه. الفلاح على قسمين: فلاح كامل وهو من اتصف بهذه الصفات، وفلاح ناقص وهم المؤمنون الذين عندهم بعض المعاصي والمخالفات لكن عندهم التوحيد والإيمان بالله عز وجل، هؤلاء يفلحون ولكن فلاحهم ناقص بحسب ما نقص من دينهم. ليس معناه أنه ما يفلح إلا من ذكرهم الله عز وجل، الإفلاح المطلق. أما مطلق الفلاح هذا حاصل لكل مؤمن ولو كان إيمانه ناقصا عنده معاصي مخالفات. نعم. أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى كرياء وسمعة أو خطر عاجل أو أسباب أخرى، أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى يعني غير خالصة لله عز وجل، مثل سائر الأعمال، الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله، ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. إنما ينالون الفلاح، وكذلك الدعاة
الدعاة إلى الله ودعاة إلى الإسلام إنما ينالون الفلاح إذا أخلصوا عملهم لله، أما إذا كانوا يقصدون من ورائه مدحا أو ثناء أو طمعا دنيويا أو هدف من الأهداف فهؤلاء خاسرون. وإن كانوا بزعمهم يدعون إلى الإسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، العبرة إنما الأعمال بالنيات، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والرياء يبطل الأعمال، الرياء يبطل العمل، والشرك يبطل كل الأعمال، أما الرياء فيبطل العمل الذي حصل فيه ولا يبطل جميع الأعمال. نعم. كرياء وسمعة. رياء ما يرى، الرياء ما يرى، والسمعة ما يسمع من الأقوال، يزين تلاوته وقراءته لجل يثني الناس عليه، يتكلم بالخير، يدعو إلى الله لجل يسمعون الناس ويثنون عليه، يسمعهم، هذا ما له أجر عند الله عز وجل، هذا سمعة. من راء الله به، ومن سمع الله به، الجزاء من جنس العمل. نعم. أو خطر عاجل. أعد. قال لأغراض أخرى كرياء وسمعة أو خطر عاجل. أو خطر عاجل. رياء أو سمعة أو خطر عاجل من العجلة. ما أدري خطر عاجل إيش المعنى. نعم. أو أسباب أخرى. ربما أو حظ عاجل، حظ عاجل يعني يطلب دنيا. نعم. الظاهر إنه حظ عاجل. نعم. أو أسباب أخرى. نعم. أو يتخلفون عن فعل المعروف ويرتكبون المنكر، فهؤلاء من أخبث الناس ومن أسوأهم عاقبة. نعم. يعني يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا خير فيه، ما بقلبه إيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إني اللي ما ينكر المنكر لا بيده هو يستطيع، ولا بلسانه هو يستطيع، ولا بقلبه، القلب ما أحد يعجز عنه أبد، ولا أحد يمنعك من الإنكار بقلبه. اللي ما ينكر المنكر بقلبه دليل على ما عنده إيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإنكار المنكر لا بد منه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب أقل شيء. اللي ما ينكر بقلبه هذا هلك، ليس عنده إيمان، لأن لو كان فيه إيمان لأنكر المنكر بقلبه وكرهه وابتعد عنه وعن أهله. الخطر عظيم في هذا. نعم. قالوا في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. يكفي، نقف عند هذا. نعم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة هل إسكات الذي يغتاب الناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، من أعظم إنكار المنكر اللي يغتاب الناس تنصحه تحذره خوفه بالله عز وجل، ولا تسكت تخليه يركب تجلس عنده، ما يجوز هذا، إلا أنك تنصحه وتحاول منعه من الغيبة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول رجل تطلب منه أمه المال لتعطي أبناءها الكبار فتعينهم بذلك على البطالة وعدم العمل، فهل يعطيها إن طلبت منه لهذا الغرض؟
إذا كانت بهذه المثابة تأخذ المال منه تعطيه لإخوانه هذا لا يجوز لها هي، لا يجوز لها هي، أما هو يعطيها لأجل أن يرضيها، يعطيها لأجل أن يرضيها، أما أن تصرف فيه غير وجهها هي المسؤولة عن ذلك، لكن هو لا يغضبها، يعطيها ما دام يقدر يعطيها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن إجابة زوجها في الفراش إذا قصر في حقوقها؟ نعم، لها أن تمنع نفسها منه حتى يعطيها مهرها مثلا، حتى يعطيها نفقتها، هذا نشوز بحق لها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سمعنا منكم حفظكم الله بأن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده إيمان، فهل يكون كافرا؟ وهل هذا في عموم المنكرات أو في منكر واحد؟ الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا ليس عنده إيمان، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأنت لا تبحث، هو ما عنده إيمان نبت ولا عنده إيمان النفس، لا تبحث عن هذا. أحاديث الوعيد لا تتعرض لها وتهون من شأنها، قد يكون أنه ما عنده إيمان أصلا، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز ترك العمل من أجل الرياء؟ هذا وسواس من الشيطان. نعم، هذا حبيت أن ينبه عليك لكن نسيت. بعض الناس يترك الأعمال الصالحة، يترك قيام الليل، يترك حتى صلاة الجماعة يتركها، يقول أخاف من الرياء، أخاف من الرياء، هذا من الشيطان. اعمل الأعمال الصالحة وأخلص لله عز وجل وتستعيذ من الشيطان. أما تركك العمل الصالح من خوف الرياء أو العمل في الأثر، يقول العمل لأجل الناس شرك، والعمل ترك العمل، العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس أيضا شرك. اعمل الأعمال الصالحة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أحسن الله. بعضهم يقول ما تصدق يمنع الصدقة، يقول أخاف الناس يتهمون بالرياء أو بالنفاق، هذا من الشيطان، اتركه. نعم. وهذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم النصيحة لي، لأني ضعيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النصيحة أن تعمل ما تستطيع، تعمل ما تستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بالقلب آخر شيء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يشتغلون بالعلم ويقصرون في حق بيوتهم وأولادهم، في حق بيوتهم وأولادهم، ولا يعملون، ويقول من شغله شراء بصله عن طلب العلم لم يتعلم؟ هذا ما هو صحيح، يعني تقصر في جانب وتقوم بجانب، هذا ما يصلح. تجمع بين الأمرين، تطلب العلم وتقوم بحوائج أولادك. طلب العلم له وقت، والكد والكسب وحوائج أولادك لها وقت آخر، نظم أمورك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: تقدم الكلام منكم حفظكم الله عن لبس البنطال للرجال والنساء. عن لبس البنطال. إيه. نعم. نعم. ولكن تقول في سؤالها: ما رأي سماحتكم في تساهل البعض في لباس الصغيرات للبنطال والعاري بحجة أنها لم تبلغ، ويعتبرون النصيحة من باب التشدد؟ لا، ما يجوز هذا، ما تربى البنت على العري وعلى عدم الحياة، ما تربى على هذا، تربى على العفاف وعلى اللباس والستر، لأنه تعود على هذا وتنشأ عليه. لا يجوز التساهل بهذا. وقال هذه صغيرة. نعم، الصغيرة تربى، تحتاج إلى تربية تعويد. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. تقول السائلة: ما حكم بيع وشراء حقائب يدوية نسائية؟
يوجد بها مناظر خليعة، هل آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر في بيع هذه الحقائب؟ ما يجوز بيع الشيء اللي فيه مناظر منكرة، ما يجوز، هذا ترويج للمنكر، ترويج للباطل، لا يجوز. ومن اطلعت عليه ويعمل هذا تنصحه، وإن لم يقبل تبلغ عنه، تبلغ عنه من يمنعه من الحسبة وغيره، ولا تتركه أبدا. نعم.